ماستر جيلا. الملابس الأوكرانية المطرزة أو الفيشيفانكا أعمال يدوية تناسب كل الأوقات. كيف وصل فستان مصنوع في إيفانا فرانكوفس لتعريضه عارضة أزياء من أصل إفريقي في قلب مدينة نيويورك؟ كيف يمكن إنشاء مشروع تجاري ناجح عبر الإنترنت؟ ماستر جيلا. بانتظار إلغاء التأشيرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، توقع الاقتصاديون المتشائمون مراراً أن تهجر البلاد أعداد كبيرة من الناس، ولا سيما الشباب، لكسب المال في الخارج، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية. إذا حكمنا من خلال استطلاعات الرأي، فقليل من يجرؤ من الحالمين حالياً على تأسيس عمل على أرض الوطن. تقييم الخبراء يستحق الاهتمام بطبيعة الحال، ولكن الصورة الحقيقية للحياة في أوكرانيا أصعب في الواقع. مبنى مكاتب عادي في وسط كييف. لا يعلم السياح بأنه هنا تحديداً تخاط الملابس المزينة بالتطريز اليدوي الأوكراني، تلك التي عبرت مراراً المحيط الأطلسي. هنا مقر متجر الإنترنت إتنادوم، ولقد اعتاد مؤسس الشركة الناجحة على أن يرى فيه الغرباء غالباً طالباً كان أو موظفاً عادياً. خصص 8 أعوام من عمره الذي لم يتجاوز 27 لعمله المفضل، أي ثلث حياته تقريبا. أراد وقتها أن يجد دخلا إضافيا على منحته الدراسية. درست السنة الثانية في تخصص العلوم الثقافية، واهتممت في نفس الوقت بالأعمال التجارية بمشاريع الإنترنت وتأليف المواقع. من السهل تصور طالب من العاصمة يخلق أفكاراً للعمل في المدينة الكبيرة، ولكن أندري درس في جامعة أكاديمية أوستروغ الوطنية في بلدة أوستروغ منطقة روفنا، وهي من أقدم الجامعات في أوروبا الشرقية. في هذه الأكاديمية ظهرت أولى الكتب المطبوعة لإيفان فيدوروف الشهير بما فيها إنجيل أوستروغ، ومنها أيضاً تخرج في القرن 17 الهيتمان بيتر سكايدانشي، ولكنها لم تشتهر بتخريج رجال الأعمال حتى مطلع القرن 21. في عام 2009 ولدت لدى أندريت شروخا البالغ من العمر 18 عاماً فكرة مثيرة، تأسيس متجر على الإنترنت. توجد متاجر للألبسة على الإنترنت، ولكن الناس ما تزالوا تخاف الشراء عبرها. كيف يمكن شراء الملابس دون قياسها؟ أما بالنسبة للفيشيفانكا فلم تكن هناك منافسة أبداً. كان لي أصدقاء في منطقة إيفانا فرانكوفسك، وكنت أعرف أن أعمال التطريز في هذه المنطقة أرخص بكثير مما هي عليه في وسط أوكرانيا أو في أي مكان آخر. فيما يلي: كيف تتخطى ويكيبيديا بثمانين غريفنا فقط؟ وكيف تعرض للإفلاس بسبب أحد الزبائن؟ دون أندري مع صديقه موقع متجره على الإنترنت، فأصبح منصة وسيطة بين الحرفيين في منطقة إيفانا فرانكوفسك والمشترين الأوكرانيين. بالرغم من أن الملابس المطرزة التقليدية معروفة من مئات السنين، إلا أنها بدأت في العام 2009 تبدو متميزة وحتى غريبة. بعد الثورة البرتقالية في عام 2004 انتهت موضة الطابع العرقي لثورة الكرامة، ومن مفارقات القدر أن الوضع القائم لاحقاً سمح لمتجر أندري على الإنترنت أن يصبح بسهولة رائداً في هذا المجال. بدأت مبيعاتنا منذ الأسابيع الأولى، كان الإعلان وقتها بسيط جداً، اشترينا روابط للمواقع وبدأنا بالترويج. كلفنا الأمر 80 هريفنا فقط، ومنذ الأيام الأولى تجاوزنا ويكيبيديا في الطلب على المطرزات وصرنا في الصدارة. كانت 80 غريفنا في سنة 2009 تساوي 10 دولارات فقط، وزاد الطلب وكان على أندري بيع المزيد من القمصان المطرزة. بعض الحرفيات من منطقة إيفانا فرانكوفسك أخبرنا الأخريات، فتضاعفت الطاقة الإنتاجية لمتجر الإنترنت الذي لم يكن لديه حتى مكتب دائم. في عام 2012 أدرك أندري أنه لتطوير العمل حان الوقت للانتقال إلى كييف. قال والدي: فليلعب الولد، ربما يكسب شيئا ما فيتعلم شيئا. بعد انتقالي إلى كييف قال: جد عملا وستشعر بالاستقرار وستجد دائما من يساندك. وكانت أختي دوما تقول: تعلم لتكون مبرمجا، ستحصل على راتب جيد. ولكنني فهمت أن عملي يهمني أكثر، فهو ممتع ولديه مستقبل. كانت التوقعات جيدة، نمت المبيعات، وتمكن أندري برفقة المصممة ليليا كاسيانتشوك من افتتاح معمل صغير لإنتاج الفيشيفانكا، وبدأ أن العمل أصبح ثابتاً وبقي عليهم توقع الأفضل. لم يكن أندري يتصور أن تأتي طلبية من إحدى الشركات لتضعه على حافة الإفلاس. لقد قدمنا لهم الحساب وكانوا قد استلموا كل البضاعة الموجودة عندنا ومن ثم اختفوا. عندما بدأنا بالبحث اتضح
أن معطيات شركتهم وهمية ولا توجد بالفعل هكذا شركة، وهكذا أفلسنا. لم يعثر على الغشاشين، فبقي أمام أندري إما إغلاق العمل أو البدء مرة أخرى من نقطة الصفر، وأقنع شقيقته أن تحصل له على قرض لشراء شحنة جديدة من السلع، إذ من الصعب أن يأتمن المصرف شاباً عمره 22 عاماً على مبلغ كبير. فيما يلي، من أين يأتي أندري بالأفكار؟ وكيف أصبحت عارضة سمراء من أصل إفريقي في نيويورك فتاة أوكرانية حقيقية؟ في عام 2014 وبعد ثورة الكرامة بدأت في أوكرانيا وخارجها طفرة حقيقية للفيشيفانكا، وبدأ المصممون وضع نماذج باهظة الثمن لم تكن في متناول الجميع، ولكن أندري تروخا لم يبدل نهجه. أما نحن فواصلنا تطوير أسلوبنا الخاص وهو حديث أكثر ولكل يوم. هذه الملابس ليست للسهرات النخبوية ولا بسعر يتخطى 300 يورو. اليوم نرى ملابسنا على مذيعي القنوات التلفزيونية الرائدة وفي الشوارع والمراكز التجارية وحتى في الخارج. نتطور بشكل صحيح ولا نقلد أحد. يتذكر أندري أن متجره قبل العدوان الروسي ضد أوكرانيا كان يرسل عشرات القمصان المطرزة الأوكرانية إلى روسيا كل شهر، ولكن أندري بدأ يتلقى لاحقاً الطلبات من الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك من ممثلي الشتات الأوكراني في كندا والولايات المتحدة. عندما عززت المطرزات مكانتها على مواقع الإنترنت التجارية الغربية، افتتح أندري في نفس الوقت متجراً في كييف. كل هذا وما زال إنتاج الملابس يدوياً. ما زالت الطاقة الإنتاجية الرئيسة للمخزن كما في البداية تقع في إيفانا فرانكوفسك ومناطق زكارباتي. يقول أندري إنه يحاول التعرف شخصياً على جميع حرفيات التطريز. لدينا الآن حوالي 20 إلى 25 حرفية يطرزن لنا، بالأصح هذا عدد مجموعاتنا من المطرزات. نتواصل معهن، ومثلاً هناك واحدة تعمل سوياً مع أختيها وأمهن. أنماط أوكرانية تقليدية، مواد طبيعية وصناعة يدوية. كانت المطرزات في العصور الوسطى ملابس الأوكران اليومية، وصارت بعد مئات السنين ترتبط بالحركات الوطنية. حظرت الملابس المطرزة في السابق مرات عدة من قبل السلطات البولندية والإمبراطورية الروسية وبعدها الاتحاد السوفيتي، عندما كان الشاعر إيفان فرانكو يرتدي متعمدا قميصا مطرزا تحت سترته. يوجد لدى أندري اليوم الكثير من الأنماط الشعبية للعمل عليها. يرسلون لنا أحياناً نماذجاً من الكتب والإنترنت والموديلات القديمة ويقولون انظروا ما لدي، وأحياناً تكون أشياء لجدات جداتهم قد تستخدمونها حيثما تريدون. تمثل هذه الزخرفات شيئاً ما في واقع الأمر، ونحن نستخدمها، نطورها أحياناً لتصبح أكثر حداثة. يعتمد أندري في إنتاج المطرزات في كييف على 3 ورش وبعض الأشخاص فقط. كل النماذج تطرز يدوياً، والسؤال كيف يقومون بهذا؟ يرسم المصمم النماذج على الورق أولاً. ويسلمها فيما بعد إلى المعد الذي ينقل الأنماط على الورق. هذا الورق يقص وحسب شكله تفصل قطع النسيج، ومن ثم يمكن حياكتها لتشكيل اللباس. عندما تجهز الأنماط الورقية نرسل القماش إلى ورشة الخياطة فيطرزونه ويعاد مرة أخرى إلى ورشة التفصيل، حيث يقومون بقصه لأشكال صحيحة يمكن منها أن تحيك الخياطات المنتج النهائي. بعد الطفرة في الطلب على المطرزات، قرر أندري أنه لا يمكن الاعتماد على الملابس وحدها، فعندما يكون المعروض في السوق وفيراً تنخفض المبيعات في أي لحظة. لذا بدأ بإنتاج الأحذية وحتى أغطية الأسرة تحت العلامة التجارية الخاصة به. صارت الفيشيفانكا في السنوات الأخيرة عصرية ولها شعبية أكثر، ولعب هذا مع إثنودوم مسحة قاسية، حيث نشر أندري تشتروخا في العام 2016 عرضاً على الشبكات الاجتماعية بربح هدية مطرزة مضمونة.
مضمونه. 100-200 لايك على ريبوست تو обязательно получит. من يسجل من 100 الى 200 اعجاب من خلال اعاده النشر يحصل حتما على قميص مطرز. خلال 3 أيام فقط ظهر عندنا الالاف من المتسابقين، وتفاجأنا عندما كان عدد الفائزين عدة مئات. فكان أمامنا خياران: إما أن نهدي كل البضاعة الموجودة في المخزن ونبقى مرة أخرى بلا شيء، أو إلغاء كل الحملة فنخسر سمعتنا ونشتهر ككذابين. رجل الأعمال الجيد يعي أن ثقة الزبائن أهم من أي مال، لذا قرر أندري الوفاء بوعوده، فطلب من بعض الفائزين أن ينتظروا هداياهم شهراً أو شهرين. يقول أندري أنهم ما يزالون يستلمون الجوائز حتى الآن، وللتعافي بعد هذا الحدث وجب على فريقه أن يعمل أوقات إضافية لفترات طويلة. الآن يبدو له الأمر أنه كان مستحقا، ورجل الأعمال الشاب يبتكر الطرق حتى الغريبة لترويج إنتاجه على الشبكات الاجتماعية. في نهاية العام 2016 تنتشر على الإنترنت مجموعة صور غير عادية لعارضة الأزياء الأمريكية الإفريقية الأصل روكسي مونرو. التباين صعق مستخدمي الإنترنت. أخذت الفتاة السمراء وضعيات مختلفة في وسط نيويورك مرتدية ملابس أوكرانية مطرزة من إثنا دوم. يحاول أندري أن يبرهن للعالم أن الفيشيفانكا مناسبة لأي مكان ولأي عارضة في هذا العالم. أندري على قناعة تامة بأن الملابس التقليدية لأي بلد يمكن لها أن تصبح عالمية إذا وضع فيها الجهد الاحترافي اللازم. تباع مطرزاتنا في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تباع في مجموعة متنوعة من المعارض والمحلات التجارية التي تضيف إلى معروضاتها منتجاتنا. تسمح قدراتنا الإنتاجية بالعمل لحاجات الأسواق الخارجية، لذا نبحث باستمرار عن شركاء جدد. يريد رجل الأعمال هذا أن يجعل من متجره علامة تجارية عالمية من أوكرانيا، ولا ينوي حتى الآن أن يبحث عن عمل ثابت، فهو لن يبدل نجاح وفشل عمله الخاص بأي شيء آخر. وإن قرر الذهاب للخارج فهو سيذهب للترويج لبضاعته فقط.